المجد رمز للعلوم ومفخرة بين النجوم وفي القلوب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هي بضع دقائق لن أطيل بإذن الله، أتقدم من خلالها بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمدارس المجد الأهلية، هذه المؤسسة الرائدة في التعليم، هذا الصرح التعليمي المنظم الذي يمشي في خطوات واضحة واستراتيجيات مدروسة نحو بناء أجيال هذا الوطن. كما أتقدم أيضا بجزيل الشكر وعظيم الامتنان للأستاذ عبد الرؤوف العربي، هذا المعلم القدوة الناصح وخير من يعلم الأبناء حقيقة، وذلك لما لمسته من الحرص والاهتمام في مسيرة الابن محمد. حقيقة أعجز عن شكر الأستاذ عبد الرؤوف، ومن الصعوبة بما كان أن أختصر عاما كاملا من العطاء والجهد والتعب في بضع دقائق. الأستاذ عبد الرؤوف بهذا المقطع لن أنصفك حقك، فأنت قدمت الكثير ولم نقدم لك إلا القليل، وأسأل الله لي ولك التوفيق. كما أجدها فرصة سانحة أيضا لأدعو لهؤلاء الأبناء أن يوفقهم الله سبحانه وتعالى، وأن يعينك على تعليمهم ليكونوا سواعد بناء لهذا الوطن المعطاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد العزيز بن ظافر الشهري. بعدين واحد وثلاثين طلاب معرفة وعلم زانهم روح التنافس صيتهم ما أنشر سهروا على الإبداع فانفجرت لهم منها ينابيع المعارف مبهرة منها ينابيع المعارف مبهرة آباؤهم نخل تجاوز مدهم شم الجبال وطيبهم ما أعطر هذا زمان المجد أقبل منتشن فافسح له يا losing out do you know we're going to win she asked I didn't then she said it's not important but we're losing how do you know we're going to win she asked I don't wish I said it's not Reaper's whistle went off like a shrieking bird, signaling 30 second fall of the game. It was only the first quarter and Sadie had the song, How Do You Know We're Going to Win? The asked, I don't reach it. It's a... Me, blue, pretty, short, tukita, walk, bye. السلحفات ما رأيك أيتها البطيئة أن نتسابق إلى طرف الغابة سارت السلحفات ببطء وصبر دون أن تتوقف We study from home to not get sick The teacher made great effort to teach us The teacher helped us study from home I miss my school and my friends Thanks Mr. Ahmed Nada أشكر مدرستي مدارس المجد على تفعيل برنامج مدرستي في بيتي ولقد استفدت من الموقع على فهم الدروس وأشكر معلميني على جهودهم في متابعتي في دروسي عبد الله الشدوخي بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السادة الكرام إدارة مدارس المجد الأهلية حفظكم الله وجزاكم عنا كل الخير على ما قدمتموه لأولادنا وأولادكم من تسهيلات لإتمام هذه المرحلة الدراسية بشكل سليم ومفهوم وميسر للجميع السلام عليكم أسعد الله مساك أستاذ مصطفى كيف حالك طيب؟ بارك الله في جهودكم والله العظيم كذا بطريقتكم تخلونا نحرص على المدرسة هذه وأنا مستغربين مني العائلة يقولون كيف في واجبات على رواف وابنك فارس الصغير فيه ولقتي والله العظيم يوميا أستاذ مصطفى وأصحابي يرسلوا لي الواجبات وأنا أذاكر لهم ونحلها ويطلبوا منا إرجاع الواجبات يعني ذاكروا لأبنائكم وارسلوا لنا الحل وأنا يوميا أتواصل مع أستاذ رواف اللي هو أستاذ مصطفى فاستغربوا مني قلت والله ما خلاني أحرص على مدرسة المجد للطريقة هذه فبارك الله فيك أستاذ مصطفى والله يسعدكم في الدنيا والآخرة
شكرا مدرسة المسجد الأهلية بالرياض، شكرا معلميني على موقع الرائع مدرستي في بيتي، استفدت منه وواصلت تعليمي. أنا أفخر أني طالب مدرسة المسجد الأهلية، الطالب محمد مشعل مسعود عتيبي رابع ألف.